سيرد تضوى وانت تقوم حسين يا رب لك القبطان تنير مفلا يهوي نفسك كيف على الحسن الأبطاء فالولد نوعا تلقى حسين يا رب لنا الخلقى تنير مفلا يهوي نفسك واجعل خيوط الغيب في صبري للهادي في حسن الخلق حسين يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق ثبت سيد على فالورد تضوى وبنقى حسين يا رب لنا الخلق تنير فلا يهوي نفسك حيث على الحسن الأبطاء فالورد تضوى وبنقى حسين يا وسراج النور قد اقتربا قلب القرآن شميلته خل الرحمن به رزقا فإذا على الحسن الأبطاء والأرض تضوى وارحمنا وانظر إلينا.
Thank you.